السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا حلمت قبل أسبوعين تقريبا. كنت ساتحة على سريري وكنت قاعدة أحك شعري، ونزل من شعري قمل أبيض ونمل أسود. ايش قاعد تسوين؟ أحك شعري ايوه ونزل من شعري قمل أبيض ونمل أسود. قمر ابيض قمل قمر ايوه ونمل الأسود بس. طيب وانت تحكين باقي النمل موجود والقمر موجود؟ لا، نزل كله. هذا عندك انت شيء مشغل في راسك، لان أيوه. القمر النمل اذا صار في الراس يسبب هيجان وحكه. هذا شيء مشغل في راسك، والحك يدل على العلاج وانهاء الامر. هذه في راسك انت، تفكير يعني تفكير 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 مشغلك، حتى في وقت راحتك وانت على السرير، حتى في وقت راحتك تفكير ينتهي ان شاء الله. إن شاء الله، يعطيك حفظك العافية. الله.